بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الجنائز. وكنا قد توقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله: باب ما يكره من النياحة على الميت. قال: باب ما يكره من النياحة على الميت. وقال عمر رضي الله عنه: دعونا يبكين على أبي سليمان ما لم يكن نقع أو لقلقة. قال: والنقع التراب على الرأس، واللقلقة الصوت. ثم ذكر رواية عن المغيرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نيح عليه يعذب بما نيح عليه. قال: من نيح عليه يعذب بما نيح عليه. ثم ذكر رواية عن ابن عمر عن أبيه رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الميت يعذب في قبره بما نيح عليه. قال: الميت يعذب في قبره بما نيح عليه. أيضا قال عن شعبة: الميت يعذب ببكاء الحي عليه. ثم ذكر رواية عن محمد بن المنكدر رحمه الله قال: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جيء بأبي يوم أحد وقد مثل به حتى وضع بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سجي ثوبا، فذهبت أريد أن أكشف عنه فنهاني قومي، ثم ذهبت أكشف عنه فنهاني قومي، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع فسمع صوت الصائحة، قال: من هذه؟ فقالوا: ابنة عمرو أو أخت عمرو. قال: فلم تبكي أو لا تبكي؟ فما زالت الملائكة تظل بأجنحتها حتى رفع. فترجم الإمام البخاري رحمه الله قال: باب ما يكره من النياحة على الميت. ما يكره من النياحة على الميت. وكانت الأبواب السابقة كما قال الإمام البخاري رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: يعذب الميت ببعض بكاء أهل عليه. قال: إذا كان النوح من سنته، وما يرخص من البكاء في غير نوح. ثم ذكر هذه الترجمة: ما يكره من النياحة على الميت. يبقى المقصود بالبكاء على الميت الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال أن الميت يعذب ببكاء عليه، يقصد به يبقى الصراخ والعويل والصوت يقصد به. أما أن يقصد به دمع العين فهذا مخالف لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بيقصد به هو الصوت، يقصد به الصوت أو النياحة أو الصراخ أو العويل، كما ستأتي أيضا الروايات في بيان النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لطم الخدود شق الجوب ودعا بدعوى الجاهلية، ودعا بدعوى الجاهلية من النياحة وغير ذلك من الأصوات. فما يكره من النياحة على الميت. قال عمر رضي الله عنه: دعونا يبكين على أبي سليمان. قال: ما لم يكن نقع أو لقلقة، طالما ما كانش يعني أمور خارجة عن مسار العبودية. فأن البعض لما بيتلقف خبر الموت عند ذلك يأخذ ويحثو على الرأس من التراب، أو يقوم بلطم الخدود، أو يقوم بشق الجيوب، أو بالصوت باللقلقة أي الصوت، يبقى النياحة. وبالتالي صورة الاعتراض على قدر الرب سبحانه وتعالى. فلذلك عمر رضي الله عنه قال: دعونا يبكين على أبي سليمان، على خالد بن الوليد رضي الله عنه، ما لم يكن نقع أو لقلقة. قال: والنقع التراب على الرأس. يبقى في بعض الأحيان لما بيطير خبر الموت إلى أهل الميت فيتصرفون بعض التصرفات، منها
نوع يأخذون من التراب ثم يقومون بوضع ذلك التراب على الرأس، أو الصوت بقى اللي هو يستقبلون ذلك بنياحة أو بصراخ أو عويل وغير ذلك. ثم ذكر الرواية التالية، رواية عن المغيرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. يقدم هذه المقدمة قبل أن يعلن ذلك عن هذا الخبر. قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نيح عليه يعذب بما نيح عليه. يبقى اللي هو في مسألة النياحة، يبقى بدمع العين يبقى لا حرج، بل يا رحمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هي رحمة جعلها ربنا سبحانه وتعالى في قلوب من يشاء. والرحمون ارحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. يبقى الرحمة ده كخلق، لما بيتأثر الإنسان بحادثة ما فنرى ممكن يظهر عليه دمع العين، قلنا خاصة في لما بيفقد يعني مصاب هو محبب إلى نفسه وإلى قلبه، يبقى حزن القلب ودمع العين. لكن يقف الإنسان عند هذا الأمر ولا يتعدى حدود العبودية في اعتراضه على قدر الله سبحانه وتعالى، وبالتالي الميت يعذب كأهل عليه، يبقى بما نيح عليه كما قال المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن كذب علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وبالتالي قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نيح علي يعذب بما نيح علي. يبقى دي كانت المقدمة. وبالتالي بيذكر مغيرة رضي الله عنه أنه لا يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم علمه ومعرفته، أنه من كذب على النبي وكان متعمدا في ذلك فليتبوأ مقعده من النار، لأنه ليس الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم كالكذب على الغير، أن ذا يعني التشريع لا يعرف إلا من جهة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك الإنسان لابد أن يكون حريصا عند الكلام عن قضايا قضى بها النبي صلى الله عليه وسلم، أو أحكام بينها النبي صلى الله عليه وسلم، أو أخبار أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، لابد من التثبت من صحة هذا الكلام قبل النطق به. يبقى قبل ما بنتكلم كده أقول قال النبي صلى الله عليه وسلم، لابد أن نتثبت أن هذا كلام فعلا صحيح منسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا في روايات موضوعة، وبالتالي قد يقول إنسان قال النبي صلى الله عليه وسلم، إن كان متعمدا للكذب يبقى فليلد إيه؟ فليتبوأ مقعده من النار. أما إن لم يكن متعمدا للكذب ولكن كان متساهلا في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم دون تثبت، فإن كان كاذبا فهو كاذب، يبقى بيتهم بالكذب، يبقى غير أنه لما يتعمد هذا يتبوأ مقعده من النار. لكن لا يمنع إن نقل الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم يبقى هو يوصف بأنه كذاب، يوصف بأنه كذاب. لكن لو كان متعمدا يبقى على ذلك هذا جزاء من تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك هذه مقدمة يعني يتقدم بها المغيرة بن شعبة رضي الله عنه حتى يبين هذا الحكم: من نيح عليه يعذب بما نيح عليه. يبقى الميت يعذب بكاء أهل عليه، يعذب بكاء الحي. إن كان من سنته كما قال الإمام البخاري رحمه الله، إن كان من عادته، وقلنا العادة يعني تعرف إزاي، أنه لم ينكر هذا الأمر على أهله ولا على عشيرته، فيبدا من طريقته، يبقى حتى نقول إن هو لم يعلن عن هذا الأمر، لكن كان يسكت على هذه المنكرات. لم نراه يغضب لله سبحانه وتعالى، لم نراه ينكر هذا المنكر على أهله أو على عشيرته، إذا كان في طريقتهم وعادتهم النياحة أو الصراخ أو العويل أو هذا الصوت، فلم ينكر عليهم، يبقى كأنه أقر هذه العائلة أو العشيرة على هذه المنكرات، يبقى هذا من سنته، يبقى إن فعلوا ذلك إن مات يعذب ببكاء أهله عليه، يعذب. نقول لأنه كان من طريقته وكان من سنته، لأنه لم ينكر هذا المنكر على أهلي أو على عشيرتي. فقال المغيرة بن شعبة رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نيح عليه يعذب بمن نيح عليه. أيضا في رواية عن ابن عمر عن أبي رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الميت يعذب في قبره بما نيح عليه.
قلنا الكلام ده غير لما يكون بينكر هذا المنكر على أهلي أو على عشرتي، لما يصدر منهم هذا الصوت عند الموت. لو أنكر ذلك يبقى لو مات ثم كان منه الصراخ والعويل يبقى لا يعذب بهذا الأمر. ليه؟ لأنه هو منكر لهذه الأفعال. لكن لما سكت عن ذلك حكم من أقر هؤلاء على هذه المنكرات، فإن مات ففعلوا في حق ذلك الأمر يعذب بمانع عليه. قلنا لأن ده كانت من طريقاته وكانت من سنته وعادته كما قال الإمام البخاري رحمه الله. ثم ذكر رواية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال جاء بأبي يوم أحد قد مثل بجثته حتى وضع بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سجي ثوبا، فذهبت أريد أن أكشف عنه فنهاني قومي. قلنا على أساس أنه قد مثل بجسد والد جابر بن عبد الله بن حرام رضي الله عنه لما قتل في أحد، قد مثل به كما قال جابر رضي الله عنه، وبالتالي فنهاني قومي. يبقى لما نهوا عن ذلك ليس أنه لا يجوز، ولكن نقول أنه قد مثل بجسد عبد الله والد جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وبالتالي نهى قومه. يعني يبقى منظر كده في بشاعة، المنظر هيبقى فيه بشاعة، فقشوا على جابر رضي الله عنه. ثم ذهبت أكشف عنه فناني قومي، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع، فسمع صوت صائحة فقال من هذه؟ قالوا ابنة عمرو أو أخت عمرو. قال فلما تبكي؟ أو قالوا لا تبكي، يعني هي عن البكاء. فما زالت الملائكة تظل بأجنحتها حتى رفع. ده طبعا لأنه قتل شهيدا في يوم أحد كما هو معلوم. يبقى قتل والد جابر بن عبد الله عبد الله بن حرام رضي الله عنه، قتل في يوم أحد شهيدا ومثله بجثته. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم شاهد من هذا، فسمع صوت صائحة فقال فلما تبكي أو لا تبكي، فلما تبكي، لماذا كان ذلك البكاء؟ أو نهى قال لا تبكي. ثم قال فما زالت الملائكة تظل بأجنحتها حتى رفع. طبعا مكانة يعني هذا الرجل الذي قتل شهيدا في أحد. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله الباب التالي، قال باب ليس منا من شق الجيوب. قال ليس منا من شق الجيوب، لأن دي شق الجيب عند ذلك هو صورة من صور عدم الرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى. لم تتكلم، يبقى المرأة لما وصل لها الخبر أن أباها قد مات أو أن زوجها قد مات، فعلى ذلك قامت وشقت ذلك الجيب. يبقى دي صورة من صور عدم الرضا بقضاء الله عز وجل وقدره. المسلم لابد أن يسلم دوما لقضاء الله عز وجل وقدره، ويظهر الرضا، رضيت بالله ربا. يبقى الرضا بالله ربا ده يتطلب أن ترضى بقضاء الله عز وجل وقدره، حتى لو كان من القدر المؤلم، حتى لو كان من القدر المؤلم. لكن كيف نستقبل هذا الأمر؟ بالرضا والتسليم، يعني الرضا والتسليم. ولذلك يعني مر علينا الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل عنده بأجل مسمى. وإيه المطلوب؟ فلتصبر ولتحتسب. دي كلها ذكرك كده أدي القدر. يبقى القدر أنت تستصحب هذا الأمر دايما، خاصة عند المصائب وعند الابتلاءات. كل بقدر الله سبحانه وتعالى، يبقى كل شيء بقدر الله سبحانه وتعالى. نعلم هذا الأمر أنه لا يقع في ملك الله عز وجل إلا ما شاء وقدر سبحانه. يبقى إيه المطلوب مني؟ يبقى الصبر والاحتساب، وأن على هذه الأقدار المؤلمة يبقى أقابلها إزاي؟ بالصبر والاحتساب، ليس بالجزع ولا بالتسخط ولا بالاعتراض. صور الاعتراض قد تكون بالأقوال وقد تكون بالأفعال، كحال شق المرأة للجيب إذا وصل إليها هذا النبأ عن موت فلان أو فلان. فلذلك قال الإمام البخاري رحمه الله باب ليس منا من شق الجيوب. ثم ذكر رواية عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. يبقى الواحد بينتبه كده
لأن دي كأنها تصرفات طبيعية لبعض الأشخاص إن لم يكن قد أهل لاستقبال هذه الأمور، وإن هو يعلم أن كل شيء بقدر الله سبحانه وتعالى، ولا يكون في ملك الله عز وجل إلا ما شاء وقدر. يبقى أنا ننتبه، قلنا خاصة من رحمات الله عز وجل بنا أن الله عز وجل أخبرنا بذلك، يعني أخبرنا بهذه الابتلاءات التي يبتلى بها الإنسان. والله عز وجل لم يخبرنا بما سنبتلى به فقط، ولكن الله عز وجل بيّن لنا كيف يكون تصرف العبد في مع هذه الابتلاءات. يعني نقول احنا هنبتلى بهذا الأمر، ولم يترك الإنسان هكذا، ولكن رحمات الله عز وجل أن بيّن لنا كيف أتصرف تصرف العبد مع هذه الابتلاءات، مع هذه ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا طب يا ترى مين الصابر بقى هو؟ الذين إذا صابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وقلنا الحافز، يعني حتى نقوله ده يعني الواحد يعني دي هيتجرع هذا الأمر، يتجرعه أمر صعب جدا، يعني دي مصيبة، مصيبة الموت سماها ربنا سبحانه وتعالى بمصيبة، لكن دايما الحافز، هذا حافز يعني بيدفع الإنسان دايما لكي يصبر فعلا ويحتسب. يعني يبقى قال إن أولئك عليهم صلاة من ربهم ورحمة ولكن مهتدون. يعني دايما لما رؤية الإنسان للحافز بتحركه كده للاستقامة على أمر رب سبحانه وتعالى، يبقى ده جرعة لكي يتحمل الإنسان مرارة هذا الأمر أو صعوبة، يعني دي مصيبة بتبقى فيها مشقة وصعوبة على الإنسان أن يتجرع ذلك الأمر. لكن إيه الدافع بقى؟ الحافز. يبقى على ذلك الإنسان بينتبه إلى الثواب الذي يرتب على الصبر على المصيبة، يبقى على ذلك يتجرع هذا الأمر. يبقى الله عز وجل قال أننا سنبتلى، وربنا سبحانه وتعالى بيّن أن صورة تعامل المسلم مع الابتلاءات الصبر والاحتساب وأن يسترجع في ذلك الأمر. الدافع لكده الحافز هو رؤية الإنسان لثمار الصبر والاحتساب مع هذه المصائب مع هذه الأقدار. يبقى وبشر الصابرين الذين أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك المهتدون. دايما كده رؤية الحافز، رؤية الحافز يعني هي محركة للإنسان لمسألة التحمل، فلتصبر وتحتسب. يبقى هنصبر على إيه؟ أو الصبر والاحتساب لهذا الأجر والثواب حتى لا يفوت ثواب هذه المصيبة، ثواب صبر الإنسان على هذه المصائب. قال ليس منا، أي ليس من شريعتنا، ليس من هدينا، ليس من طريقة النبي صلى الله عليه وسلم أن يظهر الإنسان الاعتراض على قدر الله سبحانه سواء كان بالقول أو كان بالفعل. ليس منا من لطم الخدود، قلنا بتبقى ده تصرف كأنه طبيعي عند بعض الناس لأنه لم يؤهل لكيفية استقبال هذه المسائل. عشان كده دايما يبقى الإنسان لابد أن يؤهل، وإلا أقول لك لماذا ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى أننا سنبتلى؟ هل مجرد قبر معرفة كده؟ لا، عشان أؤهل أنا أساسا هنبتلى، هأبتلى في نفسي، هأبتلى في مالي، هأبتلى في أهلي، هأبتلى في أولادي، هأبتلى في أقرب الناس إلينا. يبقى دي كلها ابتلاءات. يبقى أقول السؤال الثاني، يبقى حددنا أن احنا نبتلى، كيف أتصرف؟ ماذا أفعل؟ إيه المطلوب مني؟ المطلوب منك واضح تماما. وعشان الإنسان كده يعني أيضا يعني يتحمل، أقول لك ده في حافز أساسا يحصل عليه الإنسان متى أظهر العبودية مع هذه المواقف. يبقى كل دهية أساسا دي من رحمات الرب سبحانه وتعالى عشان الإنسان يكون على بصيرة من أمره. فإيه المطلوب؟ إن أنا دايما أتأهل لأمثال هذه الأمور. مر علينا الكلام عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، انظر بقى الصحابة رضي الله عنه كيف استقبلوا ذلك الخبر أو النبأ بموت النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى كان في حالة من الجزع والاضطراب. انظر بقى إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه، يبقى لما دخل ولم يتكلم، دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وكشف عن وجهه وقبله وبكى، ثم خرج وقال هذه الكلمات المشهورة
قلنا دي طبعا الإيمان بيظهر دايما مع المواقف، الإيمان دايما بيظهر مع المواقف. قال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، من كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. مش بس كده الكلام، ولكن وما محمد إلا رسول قد خلت، بيذكرهم بالآية، فهو عاش الآية دهيت قلنا قبل أن يعجب ذلك الموت على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الكلام ده كان في أحد، الآية دي نزلت كده. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. يبقى الآية واضحة جدا ونزلت في أحد، عاش أبو بكر الصديق رضي الله عنه هذه الآية، وكأنه يعني قال فيما بينه وبين نفسه ماذا فعلا لو حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم مات قبلي، ماذا أصنع، كيف أصنع، فتأهل، وبالتالي كيف استقبل الخبر، لأنه أهل لذلك الأمر وعاش هذا الأمر. فلما الإنسان بيعيش الابتلاءات دهيت ويتصور هذه الابتلاءات، يبقى ممكن يصاب الإنسان في زوجي، ممكن يصاب في ابني، في ابنتي، في أبي، في أمي، في أخي، في أختي، في أقرب الناس لي، يبقى دي كلها أمر متوقع. فترى ماذا أصنع، بقول لنفسي ماذا أصنع فعلا لو وصل إلى مسمعي ذلك النبأ، كيف أصنع، كيف أصنع. يبقى لازم أنا أتأهل حتى لو وصل إلى ذلك الأمر، إياك أن يفوت عنك ثواب الصبر على تلك المصيبة. هذا يبقى ده المصيبة الأعظم كما قال العلماء، يبقى مصيبة الموت مصيبة، والمصيبة الأعظم هو فوات الأجر والثواب على الصبر والاحتساب على هذه المصائب. قال ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. دايما دي أمور كلها في غالب الأحوال بتحدث مع النبأ أو الخبر عن موت فلان أو فلان. وكذلك أيضا شق الجيوب دي بيحدث من بعض الناس عند الغضب الشديد، عند الغضب الشديد ممكن لطم الخدود، وممكن أساسا أيضا شق الجيوب، وممكن أيضا بيدعو بدعوة جاهلية، ممكن يدعو على نفسي، على ولدي، على مالي، ده كله في حال الغضب. لذلك الإنسان يعني لابد أن هو أعلم أنني عبد لله، في حال الفرح زي حال الغضب، في حال السرور زي في حال الحزن، في حال الصحة زي في حال المرض، في حال الغنى زي في حال الفقر، أنا عبد لله سبحانه وتعالى. فإياك أن تغفل عن هذا الأمر، أنك أنت عبد لله، مش عبد لله فقط يعني مع فعل مع الأمور السارة، وكذلك أيضا مع يعني الأمور التي ممكن يجزع منها الإنسان مع المصائب، مع الابتلاءات، الكوارث. يبقى أنا عبد لله، عبد لله في حال الفرح والسرور، وعبد لله في حال الحزن والغضب، يبقى هنا أتصرف تصرف العبد. فنقول على ذلك حزن شديد، انتبه هؤلاء، فقد يكون ايه يعني وكانوا في مبرر او عذر لهم، لا لا يعذر الانسان في ذلك، ليس منا، ليس من طريقتنا، يبقى في او ليس من شريعتنا. الانسان يستقبل هذا النبأ بلطم الخدود وشق الجيوب او يدعو بدعوى الجاهليه. ثم ذكر الامام البخاري رحمه الله الباب التالي، قال باب رثى النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن خولة. قال باب رثى النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن خولة. ثم ذكر رواية عن عمرو بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي، فقلت إني قد بلغ بي من الوجع وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنه، أفأتصدق ثلثي مالي؟ قال لا. فقلت بالشطر؟ قال لا. ثم قال الثلث، والثلث كبير أو كثير، إنك أنتظر ورثتك أغنياء خير أن تنتظرهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في امرأتك. فقلت يا رسول الله وخلف بعض أصحابي؟ قال إنك لن تخلف فتعمل عملا صالحا إلا ازددت به درجة ورفعة، ثم لعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون، اللهم امضي لأصحاب هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أم مات بمكة. قال باب رث النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن خولة
رضي الله عنه. قال يبقى رثاء أي من الحزن والتوجع على هذا الصحابي لما مات بمكة أرض المهجر أساسا، يبقى على ذلك ورثاء لأنه مات في الأرض التي هاجر منها. معلوم يعني أن الصحابة رضي الله عنهم الذين هاجروا من مكة المدينة حتى بعد فتح مكة، فعلى ذلك ما كان لهم أن يعودوا ثم يمكثون في مكة، ولكن كانوا في بلدانهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة يبقى لم يمكث فيها ولكن رجع إلى المدينة. فيقول سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع. يبقى دي في خاتمة حياة النبي صلى الله عليه وسلم. سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أصيب بمرض شديد، قال: من وجع اشتد بي، فقلت: إني قد بلغ بي من الوجع، وأنا ذو مال ولا يرثوني إلا ابنة أو تصدق ثلثي مالي. يبقى كان عنده مال، وهو غلب على ظني أنه ممكن يفارق الحياة كنتيجة شدة ذلك المرض، وبالتالي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إني قد بلغ بي من الوجع، يعني اشتد بي المرض، يبقى حتى غلب على ظني أنه سيموت. قال: أنا ذو مال، عنده مال ولا يرثوني إلا ابنة، ما كانش لسه إلا عنده ابنة واحدة، ده اللي هو بيروي عليه عامر ابنه، عامر ابن سعد. عامر ابن سعد ده ولده، ولكن هو كان في الحالة دي في الوضع ده كانش عنده إلا ابنة واحدة وعنده مال، فعلى ذلك المال لما يموت وله بنت لها نصف ما ترك، لها نصف ما ترك، والباقي طبعا حيقول إلى العصابات كما هو معلوم. ده سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كان عنده هذه البنت واشتد به الوجع وعنده مال، فأراد أنه يتصدق بجانب من ذلك المال. قال: وأنا ذو مال ولا يثور إلا ابنة، أفتصدق ثلثي مالي؟ تصدق هنا؟ قال: لا. فقلت: بالشطر. فقال: لا. ثم قال: الثلث، والثلث كبير أو كثير. يبقى لما يوصي حيوصي بثلثي المال كده ينفق من بعده. فلما حتى وصل معه النبي صلى الله عليه وسلم أن يوصي بثلث المال، لذلك الوصية بالثلث، وصية بالثلث، يعني الإنسان لما يوصي كده عنده مال فأوصى بعد موته أن هذا ثلث المال ينفق في كذا وكذا من أوجه الخير، يبقى جاز الإنسان له الحق أن يتصرف في ثلث المال من بعد موته عن طريق الوصية، بس لا وصية لوارث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولا وصية بأكثر من الثلث. إن كانت أكثر من الثلث يبقى تتوقف الجزء الزائد ده على الورثة، على إذن الورثة. يبقى لو كان رجل تصدق كده قال يتصدق بنصف مالي من بعد موتي، هو نقول له الحق بالثلث، ما زاد على الثلث يتوقف على إجازة الورثة، يبقى بعد موته يبقى هنخرج الثلث، ما زاد بقى على الثلث اللي هو باقي ذلك حتى يصل إلى النصف الثلث ده فيتوقف على الورثة ده مالهم. فإن أجازوا هذه الوصية تنفذ هذه الوصية، إن لم يجزوا هذا يبقى الوصية بالثلث ولا يتعداها. يبقى كأن الميت أو الإنسان له الحق في التصرف في ثلث المال من بعد موته لما يوصي بهذا الأمر. قال: الثلث، الثلث كثير، إنك انتظر ورثتك أغنياء خير انتظرهم على تكففون الناس. يبقى يترك شيء لأولادي، بيترك شيء لأولادي. قلنا قال: إنك انتظر ورثتك أغنياء، عندهم مال ما يكفيهم، خير من انتظرهم على تكففون الناس غير لما تتركهم. يبقى لو عنده مال وأوصى بكل هذا المال أن ينفق فحتى لو كان في أوجه الخير، يبقى لما يترك أولاده عندهم مال ما يكفيهم خير أن يتركهم هكذا يتكففون الناس، يسألون الناس، يبقى يسألون الناس نتيجة الحاجة والفقر والعوز. وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في امرأتك. صحح مفاهيم، يبقى إحنا ده كلها فيها تصحيح للمفاهيم. وكذلك أيضا يعني إعمال النية في هذه الأمور، إنك وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها، يعني حتى النفقة الواجبة. يبقى نفقة رجع امرأتي دي نفقة واجبة، نفقة واجبة، إن قصر في تلك النفقة يأثم، يأثم ويعاقب على ذلك. طب إن أدى ذلك الواجب، إن احتسب ذلك عند رب سبحانه وتعالى معناها نفقة واجبة، يبقى يؤجر عليها،
يبقى حتى النفقة الواجبة، حتى أدنى الأشياء التي قد يحقرها الإنسان أو قد لا يراها، قال حتى ما تجعل في في امرأتي، دي لقمة جعل في امرأتي، وما جعل هذه اللقمة في امرأتي إلا لحظ النفس، إلا لحظ النفس أراد أن يتودد إلى امرأتي، ومع ذلك لو احتسب هذا الأمر يؤجر. يبقى دي الإنسان كيف يتصدق الإنسان على نفسه، شيء محتاجة فقه يعني، محتاجة فقه. يبقى ممكن الإنسان بيفعل ذلك مداعبة مع امرأته، لكن كل الأمور يعني احتسب الأمر، احتسب فعلها تفعلها وبالتالي احتسب مع الاحتساب. يبقى حتى ما جعل الرجل في امرأته إن احتسبها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يبقى يقدر، هي من الأمور المباحة يعني، دي من الأمور المباحة، ولكن هو بيحتسب أجر الثواب عند رب سبحانه وتعالى. بس أهم حاجة النية، لذلك قال وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها. يبقى نفقة رجل على امرأتي دي نفقة واجبة، نفقة واجبة، لكن لما بيضع فيها النية يحتسب الأجر والثواب عند ربي يؤجر على ذلك. طب هو لو أنفق دون أن يحتسب الأجر والثواب يبقى بتبرأ الذمة، يبقى فيها براءة الذمة، لأن ده واجب، نفقة واجبة. إن لم يفعل هذه النفقة الواجبة هيأثم، هيأثم. إن فعل النفقة الواجبة برأت الذمة، برأت الذمة عند ذلك، لكن لو احتسب يؤجر، يبقى اعتبر الذمة هو بالإضافة أنه يؤجر. عشان كده نية المرء أبلغ من عملي، نية المرء أبلغ من عملي. الإنسان بيحتاج بس كده يعني نوع من أنواع التؤدة، يعني يتدبر الأمر، يفكر في الأمر قبل ما يقدم على الأمر كده، إزاي أنا أجمع لي النية، كيف أنتوي. حتى اللقمة يرفع الرجل في امرأته، قلنا ما رفع اللقمة إلا توددا إلى المرأة وإلا إرادة لحظ النفس، ومع ذلك لو احتسب هذا يؤجر عليها. عشان كده احنا دايما بينا أن الحياة الزوجية دي ميدان فسيح لمزيد من الطاعات، لكن الإنسان ممكن بيغفل، يعني ممكن بيغفل هذه من الطاعات. دايما الإنسان كده يتاجر، اللي بيتاجر مع رب سبحانه وتعالى لا يترك حسنة يستطيع أن يقوم بالتقاطها ويتركها أبدا أو يزد فيها. قلنا الأمر ده يمكن في بداية الزواج الإنسان بيفعله وبعد كده يغفل عن هذا الأمر. كيف يغفل؟ مش أنت بتفعلها إيه؟ لما أنا عارف أن دي طاعة فأنا ألازم الطاعة واظب عليها. كان صلى الله عليه وسلم عمله ديمة أي يداوم عليه. فدي لو كان يعني ده طريق للطاعة يبقى أنت انتبه كده، لا تنقطع عن أي طاعة، أحب الأعمال الله أدومها وينقل. وكان عمله صلى الله عليه وسلم ديمة يداوم على هذا الأمر. وبالتالي بين لنا يبقى في مسائل ممكن الإنسان يغفل عنها، ممكن نغفل، ممكن نعتبرها إحنا من الأمور الحياتية، يعني من الأمور الحياتية، لكن لا، ده باين لنا حتى الامور الحياتيه ده هي لما انا انتوي هيؤجر الانسان. يبقى احنا انا بدخر دايما. تخيل، تصور كده الرجل الذي خرج للعمل في الخارج، اي سبيل يستطيع ان يحصل خلال على مال يبقى لا يتركه، ما يقولش ده مال قليل او غير ذلك، لا، لان هو كان بغيته كلها خارج من اجل المال، فاي سبيل هيكتسب من خلال المال يبقى هيسعى ذلك السبيل طالما كان سبيلا مباحا يعني. فعلى ذلك برضك احنا هنا، احنا في الدنيا انا من اجل ادخار الحسنات دايما كده، انا في الدنيا بنتبه واكد على نفسي، انا في الدنيا هنا من اجل ادخار الحسنات، فما يكونش في طريق انا استطيع ان احصل من خلالها حسنه ثم ازد فيها. قلنا لماذا؟ لاني لا ادري اي الحسنات سيثقل بها الميزان، اي الحسنات. ممكن تكون هذه اللقمه اللي رفعها الى في امراتي ممكن تكون هذه الحسنه التي يثقل بها الميزان، دي طاعة، فأنا أحتاج إلى أن أحتسب عند ربي سبحانه وتعالى. وده مش هيمنعك من حظ النفس، مش هيمنعك من كنا بنفعلها توددا أو لحظ النفس، ده مش هيمنعك، ده أنت بتزداد يعني، ده بزداد. يبقى الأمر كنا للتودد كده حدث التودد، ولكن بيزداد أن ما فيش فعل بفعلها كده إلا وهي عبارة عن مدخرات ادخروها الإنسان وعلى أساسها يجازى عند ربي سبحانه وتعالى. قال حتى ما تجعل في امرأتك. فقلت رسول الله أخلف بعض أصحابي، يعني أنا هعيش بعض أصحابي. قال إنك لن تخلف فتعمل عملا صالحا إلا ازددت به درجة ورفعة،
يبقى لما الأعمال الصالحة بيرقى بها الإنسان في سلم العبودية والإيمان، ثم لعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. يبقى لما هيعيش يعني بعد أصحابه، يبقى على ذلك يبقى الله سبحانه وتعالى ينفع بك أقوام ويضر بك آخرون. يبقى أهل الكفر والإلحاد هيضر به وهينتفع به إخوانه من المسلمين. اللهم امضي لأصحابه هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. امضي لأصحابه هجرتهم، هم كانوا هاجروا مع النبي صلى الله عليه وسلم لكن حتى لا يموتوا في هذه الأرض التي هاجروا فيها، ولا تردهم على أعقابهم. لكن البائس سعد بن قولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم، مات بمكة، مات بمكة، يرثي له يعني باب الحزن والتوجع عليه أنه مات في الأرض التي هاجر منها، لكن هذا لا يقدح في هجرته ولا في عمله، يعني لا يقدح في سعد بن قولة ولا في عمله، مش ده قدح ولا كده، لكن الرساء على أساس أنه مات في هذه الأرض، مات. فكان سعد بن وقاص رضي الله عنه يخشى على نفسه أن يموت في تلك الأرض، ولذلك قال رث النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن قولة. ثم ذكر الباب التالي، قال باب ما ينهى من الحلق عند المصيبة. قال باب ما ينهى من الحلق عند المصيبة. ثم ذكر رواية عن أبي بردة ابن أبي موسى رضي الله عنه قال وجع أبو موسى رضي الله عنه وجعا فغشي عليه ورأسه في حجر امرأة من أهله فلم يستطع أن يرد عليها شيئا، فلما أفاق قال أنا بريء ممن برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من السالقة والحالقة والشاقة. يبقى يقول أبو بردة ابن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال وجع أبو موسى، أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وجعا فغشي عليه، من شدة الوجع غشي عليه ورأسه في حجر امرأة من أهله فلم يستطع أن يرد عليها شيئا، سامع الأصوات اللي هي النياحة وكده مش قادر يرد إنه من شدة لأنه يغمى عليه مش قادر يرد من شدة ذلك، فلما أفاق قال أنا بريء ممن برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، تورى لنفسه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من السالقة والحالقة والشقة. السالقة اللي هي بقى بترفع الصوت بالبكاء والكلام وضرب الوجه، والحالقة يبقى البعض كده يقوم بحلق شعر رأسه أو المرأة تحلق شعر رأسها إذا مات مثل الزوج، يبقى دي الحالقة. والشقة اللي هي تشق الجيوب، يبقى لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وقال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وارضاه أنا بريء ممن برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من السالقة. السالقة اللي هي ترفع الصوت بالبكاء وتستصحب ذلك كلام، أو اللي هي تقوم بضرب الوجه على قول بعض العلماء، والحالقة تحلق شعر رأسها عند المصيبة زي ما تحصل التراب كده. يبقى البعض كده المرأة مات زوجها فعند ذلك تقوم بحلق شعر رأسها، يبقى كان دي كلها صور اعتراض على قدر الله سبحانه وتعالى. ما نقولش بقى من شدة الحزن، لا، أنا حتى في حال الحزن لي حدود لا أتعداها، لا أتعداها. عند الغضب لنا حدود لا نتعداها، أنا عبد لله. يبقى في حال الفرح والسرور أنا عبد، حال الحزن والغضب أنا عبد. كما هنا لا يجوز أن أنا أخرج عن إطار العبودية، هنا برضه في حال الغضب والحزن لا أخرج عن إطار العبودية، نظهر العبودية عند ذلك. فقال أنا بريء من ممن برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من السالقة والحليقة والشق. ثم ذكر الباب التالي، قال باب ليس منا من ضرب الخدود. قال ليس منا من ضرب الخدود، قلنا ده عند المصيبة، وكذلك برضك يعني بيبقى عند ضيق المرأة وغضب المرأة ممكن بتلطم على وجهها، يبقى اللطم على الوجه، يبقى ضرب اللطم على الوجه، وممكن رجل كده بتجده يلطم على وجهه، يبقى دي صور ممنوعة، يعني دي صور ممنوعة، ممنوع ان هو يعني تضرب الغير على وجهه او تقبح الوجه، وكذلك ممنوع هو ان يقوم بلطم الوجه او يلطم على وجهه، قلنا نتيجة يعني شدة او مصيبة او غير ذلك، ممنوع لطم الوجه بأي صورة، صورة بقى كان في يعني نبأ عن خبر او ما خبر عن موت فلان او غير ذلك،
أو أن هو كنتيجة للغضب أو الضيق أو غير ذلك، يبقى لا يجوز، أفعال لا تجوز أبدا، ليس منا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ليس منا من ضرب الخدود. وذكر هذه الرواية عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وكذلك الباب التالي قال: باب ما ينهى من الويل ودعوى الجاهلية عند المصيبة. أيضا نفس الرواية عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. يبقى ليس منا من شق الجيوب، وليس منا من ضرب الخدود، وليس منا من دعا بدعوى الجاهلية، منها من الويل ودعوى الجاهلية عند المصيبة، يبقى بس كانت النياحة. وكذلك الكلام اللي هو بيخرج بقى حل المصيبة الصوت، يبقى كل ده نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا ليس من شريعتنا وليس من طريقتنا. وبالتالي الإنسان احذر قلنا خاصة عند المصائب، خاصة عند الغضب، أن تخرج عن حدود العبودية، احذر من ذلك. وما فيش مبرر ولا عذر، شدة الوجع، شدة الغضب، شدة الحزن، كل ده ليس مبرر، لنا حدود عند ذلك. قلنا الأمر ده بيحتاج أن أنا أتأهل كده، أستعد، يبقى في عندي استعداد، يبقى ماذا لو طار إليك الخبر الآن ماذا ستصنع؟ يبقى أيضا يبقى احنا ايه في انتظار هذا الأمر، لا نعلم يعني متى يطير إلينا ذلك الخبر، متى تحدث هذه المصيبة، لا نعلم. فعشان كده الإنسان يؤهل، قلنا حتى لا يفوت أبدا الثواب وأجر صبر هذا الإنسان على تلك المصائب. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله الباب التالي قال: باب من جلس عند المصيبة يعرف فيه الحزن. قال: باب من جلس عند المصيبة يعرف فيه الحزن. ذكر رواية عن عمرو رحمه الله قالت: سمعت عائشة رضي الله عنها قالت: لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قتل ابن حارثة وجعفر ابن رواحة جلس يعرف فيه الحزن، ظهر على وجهي. قالت: وأنا أنظر من صائر الباب، شق الباب، فأتاه رجل فقال: إن نساء جعفر وذكر بكاهن، فأمره أن ينهاهن، فذهب. ثم أتاه الثانية لم يطعنه، فقال: إنهن. فأتاه الثالثة قال: والله غلبنا يا رسول الله. فزعمت أنه قال: فحثوا في أفواهن التراب. غلبنا يا رسول الله، فزعمت أنه قال: فحثوا في أفواهن التراب. فقلت: أرغم الله أنفك، لم تفعل ما أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم تترك رسول الله صلى الله عليه وسلم من العناء. أيضا ذكر رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا حين قتل القراء، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حزنا حزنا قط أشد منه. لذلك ترجم الإمام البخاري رحمه الله قال: باب من جلس عند المصيبة يعرف فيه الحزن. يبقى يرى هذا الحزن على وجهه، يبقى الوجه ده يعني بيقرأ فيه الإنسان، يقرأ عليه الإنسان إن كان في حزن، إن كان في قلق، إن كان في سرور، إن كان في فرح، يبقى كل ذلك يقرأ على وجه الإنسان. فعلى ذلك ما كان في قلب الإنسان يظهر على فلتات اللسان وصفحات الوجوه، يعني في قلب الإنسان بيظهر على فلتات اللسان وصفحات الوجوه، يبقى الوجه ده كأنه صفحة تقرأ من خلالها. فكانوا قرأوا ذلك الحزن على وجه النبي صلى الله عليه وسلم لما طار إليه ذلك الخبر بمقتل ابن حارثة وجعفر وابن رواحة، جلس يعرف فيه الحزن كما تقول عائشة رضي الله عنها، وكما قال أنس بن مالك رضي الله عنه: فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حزن حزنا قط أشد منه. نرجع عنه الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.